هنروح للخبر بعد كده اللي كان في مستهل، يعني لمسناه من بعيد في مستهل الحلقه عن فريق الكره الطائره رجال. بكره ان شاء الله الفاينل باذن الله مع طبعا نادي النصر البحريني، ولكن احنا فزنا امبارح على السيب العماني 3-0، وبالمناسبه فريق السيب العماني فريق محترم جدا، وكنا لعبناه في المجموعه فزنا عليه ايضا بنفس النتيجه 3-0. فرقتنا الحمد لله كويسه ماشيه بشكل كويس، اللعيبه مش مجهده، الجدول الماتشات مريح مش متعب. بكره ان شاء الله الماتش الفاينل، بالمناسبه فريق النصر البحريني اللي احنا هنلعبه قابل الوكره القطري اللي احنا قابلناه في المجموعه وفزنا عليه 3-1، هو فاز عليه في 3-2 في مباراه انا من وجهه نظري انا احلى مباراه في البطوله. نادي الوكره ونادي النصر البحريني كانت احلى مباراه في البطوله، 3-2 ما كنتش تعرف مين هيكسب. انا شفت لقطات منها وشفت حتى ابرز اللقطات على السوشيال ميديا وشفت على الهوا شوط او اتنين. ماتش كان قوي جدا، الفرقتين عندهم لعيبه كويسين ادوا اداء حلو قصاد بعض، لان كل واحد كان طمعان يوصل فاينل، ولكن اتصور مع احترامي طبعا لنادي النصر البحريني ان شاء الله البطوله اقرب ما يكون للنادي الاهلي، ولكن الرياضه ما فيهاش يعني مضمون حاجه مضمونه. الفريق الرجال قبل ما يبتدي البطوله العربيه بايام حصد سوبر المصري، دخل البطوله العربيه وعينه على الكاس ان شاء الله. ان شاء الله بكره المباراه تقام الساعه 7 على صاله استاد القاهره، على صاله رقم 2 في استاد القاهره. طيب لو ربنا كرمنا، اذا ان شاء الله ربنا كرمنا في هذه المباراه هيبقى تاني لقب للطائره رجال وتالت لقب في الطائره رجال وسيدات. السيدات خدوا السوبر، الرجال خدوا السوبر، ودي هيبقى تاني لقب ان شاء الله باذنك يا رب للرجال، ونبقى ماشيين خطوه بخطوه. ولكن في خبر ما كانش كويس في البطوله وهي اصابه عبو عبد الحليم، عبو لاعبنا الكبير بقطع في عضله الباي، وطبعا احنا بنقول له الف مليون سلامه ترجع احسن من الاول، المؤمن دايما مصاب وهو من احد اللعيبه الرجاله، لولا الاصابات كان زمان عبد الحليم عبو يبقى في احسن دوريات في اوروبا، ولكن هو راجل مؤمن ودايما ليه بصمه في كل البطولات. كاميرا الابطال كانت موجوده في ماتش السيب العماني، صورنا التقرير ده مع الجهاز الفني واللاعبين، اتفرج عليه مع حضراتكم وارجع تاني. طبعا النهارده كانت مباراه كانت مش سهله، بس الحمد لله يعني عشان احنا لعبناهم في المجموعه قدرنا ان احنا حافظنا، رجعنا تاني على المحاضرات، عملنا كل حاجه المدرب قال عليها. اي نعم الشوط التاني شد شويه، بس الحمد لله طبعا احنا فرقه النادي الاهلي يعني الحمد لله فيها خبرات كتيره، وقدرنا ان احنا نحسم اللقاء على طول ان شاء الله. لا يعني الحمد لله طبعا ما فيش وقت كافي، بس الحمد لله الواحد على قد ما يقدر يعني الجهاز الفني والجهاز الطبي اللي احنا بنقدر نعمل ريكفري. الماتش بيبقى ما فيش يعني بيبقى على طول، بس الحمد لله يعني اللي هو الجهاز الطبي بيقدر اللي هو يوفر لنا كل الاحتياجات اللي احنا محتاجينها. يعني هي البطوله طبعا دينا الحمد لله يعني ان شاء الله الواحد واثق انها مش هتطلع من بره النادي الاهلي. هنستعد لها اللي احنا كله على طول بنستعد لكل الماتشات، بيبقى في محاضرات، بيبقى في مثلا قبلها تمرينه، كابتن ميدو بيحفظنا نعمل 1 2 3، بننزل الحمد لله بيبقى الماتش سهل، فان شاء الله ان شاء الله يعني البطوله اهلاويه باذن الله. ماتش النهارده كان ماتش صعب جدا طبعا، لعبناهم في المجموعه بس الماتش النهارده اصعب، فالمجموعه كان ماتش كده كده احنا الاثنين صاعدين، النهارده ماتش اللي يخسر يطلع بره، ماتش كان مهم جدا بالنسبه لنا، ركزنا بشكل كويس على النقط ضعفهم، الحمد لله قدرنا نفوز بالمباراه 3-0 زي ما الجهاز الفني قال لنا، لعبنا على النقط الضعف بتاعتهم، الحمد لله يعني قدرنا نفوز بالمباراه النهارده الحمد لله. احنا كفريق النادي الاهلي طبعا بنلعب على الشوط ما بنلعبش على الماتش من اول نقطه، الشوط بالنسبه لنا بيفرق معانا عشان خاطر ما تدخلش الفرقه اللي قدامنا تتجرأ علينا تلعب معانا ماتش، فالحمد لله يعني بنقدر نتغلب على الاشواط كلها وبنقدر نفوز بمباريات كتير 3-0، اللي هو رغم الماتش القطري كنا بنلعب فرقه الوكره هم اللي قدروا ياخدوا مننا شوط، بس الحمد لله يعني قدرنا نفوز على المباريات كلها 3-0. فرقه الوكره مثلا عندها 5 محترفين متجنسين، فما فيش حد قطري غير 2 أو 3، فالحمد لله يعني فرقه النادي الاهلي بتلعب على شوط ما بتلعبش على الماتش، فالشوط ده برضو من اللي ياخد منها الشوط ده بالنسبه له مكسب اللي هو خد شوط من النادي الاهلي، فالحمد لله اللعيبه كلها رجاله بنركز على الشوط بنركز على البطوله كلها، فالحمد لله يعني ان شاء الله اللي جاي مزيد من انتصارات الفتره اللي جايه، عندنا بطوله عربيه ان شاء الله بكره النهائي، وان شاء الله نقدر ناخد اللقب ان شاء الله من النصر البحريني وبعد كده داخلين في الدوري، فالحمد لله يعني فرقه النادي الاهلي فرقه رجاله وعارفه يعني ايه مسؤوليه، فالحمد لله يعني الحمد لله قدرنا نسيطر على المباراه بشكل كويس. يعني احنا فرقه السيب دي كانت معانا في دور المجموعات، ذاكرناهم كويس، عملنا عليهم كذا محاضره، عرفنا نسيطر على مميزاتهم ونضغط على عيوبهم، والحمد لله قدرنا نسيطر على الماتش في اول مباراه يعني وفزنا 3-0. جينا دلوقتي اي نعم الفريق مش في كامل قوته، يعني في ارهاق واضح علينا، بس الحمد لله برضو قدرنا نعمل زي المباراه الاولى ونفوز بالمباراه الحمد لله. لا احنا ان شاء الله مباراه النهائي يوم الخميس بكره، يبقى في راحه،
كابتن ميدو طبعا عامل تمرين، ما وقفناش تمرين من اول البطوله، دايما حتى في الماتشات بنتمرن، بس هيبقى فيه يعني زي ريكفري خفيف كده، تبدا اللعيبه تجمع قوتها تاني، ويبقى برده التمرين على خفيف كده، يعني بنفضل برده محافظين على الفورمه بتاعتنا عشان ولا نزيد تعب ولا نقل كمستوى. لا انا احب طبعا اشكر النادي الاهلي واشكر كابتن ميدو على ثقته فيا وانه خلاني اشارك في البطوله، واشكر الجمهور ان هم بيدعمونا في بطوله زي دي، ومجلس اداره النادي الاهلي طبعا، وربنا يوفقنا. طبعا مباراه صعبه، سيمي فاينال، مهم جدا ان انت تكسبيها. طبعا تاني مره نقابلهم، فطبعا خلاص يعني يعتبر الفرقتين حفظوا بعض. احنا خدنا المباراه بمحمل اللي احنا اول مره بنلعبها او اول مره لعبهم، الحمد لله رب العالمين ركزنا زي ما انت شفت الاداء في الشوط الاول والثاني، وتحسن في الشوط الثالث، الحمد لله نفذنا تعليمات الجهاز الفني وقدرنا نحسم مباراه مهمه جدا عشان نطلع بيها على الفاينل الحمد لله. طبعا يعني الحمد لله كابتن ميدو من اول بطوله عامل سياسه تدوير للاعبنا كلنا، بيحاول يعني يحافظ على لياقته البدنيه. معانا دكتور حسن، دكتور الفريق في الفيتنس، بيأدي بشكل كويس معانا الحمد لله، مظبطين احمالنا. مع دكتور سامح ظلام برضك موجود معانا في الريكفري والجلسات العلاج الطبيعي، ماشيين بشكل كويس الحمد لله رب العالمين. يعني ان شاء الله يعني بعد بكره تلاقي اداء احسن من كده باذن الله. بصي اول حاجه طبعا الموضوع الروتيشن دوت، كابتن ميدو من ساعه يعني من طول منصب المدير الفني من 5 سنين شغال على الموضوع دوت، شغال بيبني اجيال جوه البطولات بشكل ملحوظ. لو لاحظت البطولات الافريقيه اللي كانت منظمه من قيمه 3 سنين في النادي الاهلي كان نفس الشكل، بتشوفي اوجه جديده ولاعيبه شابه ولاعيبه صاعده. طبعا يعني يا رب يعني الحمد لله رب العالمين، هم كلهم واخدين البطولات واخدين الموسم بأحمل الجديه طبعا بعد اخفاق الدوري والكاس، مركزين معانا يعني بيسمعوا تعليمات الجهاز الفني. طبعا انا احمد صلاح وحسام يوسف موجود معانا، بنحاول نوصل لهم خبراتنا، بنحاول نديهم معلوماتنا سواء احنا بنكون جوه الملعب معاهم او بره الملعب، بننفذ بشكل كويس الحمد لله رب العالمين. يعني ان شاء الله ربنا يكرم، نقدر ان شاء الله نحافظ على البطوله باذن الله.